بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يانا وإياكم لدرسي فيش أوند نكتيك فرمي ومنها هنا يعلم أن التمسك من القائلين بالنفسية بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، ومن القائلين بالغيرية بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ليس محل النزاع أو متمسك به أو دقرها محل نزاع يبو. شنك آية أول أجر حتى استدلال شي به توابه نهاية دلالة دكال سلوي كاللفظ خالق أو اشتيا نهاية نشان دكا لفظ خالق متحد به لقال خداوان لتبارك وتعالى نهاية أوي نشان دا دايدي بفرزي ويكا آياتك استدلال شي بي بكري كتمان جي استدلال ني البتا اسم مقحمة وآوانا بفرزي وي حتى استدلالك تواوج بي نشان دا كلفظ خالق نفسيتها بي لقال باري تعالى ديد حالك خوني زعل لفظ خالق دانية هیچ کس اینه که تو لفظی خالق عینی خداوندی تبارک و تعالی هیچ عالم اگنه که تو هیچ عقل اکش نیلن. آیت دومش که اون استدلالی پیدا کن لسر غیریت دی باشد دلاله لسر چه دکه؟ دلاله سر ویده که الفاظی او اسماء انا مغایری ذاتی باری تعالی دی خواهوش اتفاقی لسره الفاظ کن مغایرت یعنی هیلگر ذاتی باری تعالی خو الفاظ کن محل نزاعنیه ونیا مدلولی او الفاظنا محل نزاعه تجيشتن زور شاك أجرك أنا بحث كتير. ثم لا خلاف في جواز إطلاق الأسماء والصفات عليه تعالى إذا ورد إذن الشارع وعدم جوازه إذا ورد منعه. هيج اختلاف لودانية كدرست إطلاق بكري أسماء وصفات لسرباري تعالى أجر هات وارد بإذن الشارع بوان اگر اذن الشارع وارد به شارع اذن دا به اطلاق هر اسمك هر صفتك بسر باري تعالى ولا جائز اطلاق او اسم او صفته بسر باري تعالى اختلاف تدانية واجر وعدم جوازه لا خلاف في عدم جوازه هیچ اختلافك لو دانية كجائز نية اطلاق اسماء الصفات صفاتك بسر باري تعالى دا زمانك كمنع الشارع وارد به اگر الشارع منعي كرده به كتب فلان اسمه فلان صفته بو خداوندي متعال بكار مبن اگر او منع وارد به اختلاف لودانية كإطلاق او جور اسم صفته بو سر خدا جائز نيه ده ومشخص اخو اختلافي تدانية اسماء يعني منظور او علماني كوالله اكراون بو باري تعالى للغة كان ده مثلا لفظ الله لقرآن لعربي ده لفظ خدا لفارسي ده لفظ خوا لا كردي دا مثلا يعني اوانك قاد اوانك مرادي في لفظ الله لا لغة كان دي كذا اوانا اسمائي بيضلا صفاتج مشتقات كان هل يرزم بول بعض مشتقاتك وكو عالم او جل مشتقات هل يرزم بول اگر اذن الشارع وارد ببي الشارع اج منظور باري تعالى حقيقة وبيغمبر صلى الله عليه وسلم اوج حكما شارعا چونك اوج قصاكاني وحي خداوني متعالى تيجيشن اگر اذن الشارع وارد به باطلاق هر اسمك يعني هر علمك وهر صفتك هر مشتقك بوسر باري تعالى اختلاف تدانيك او اسم او صفته اطلاق بوسر خدا جائز اگر منع وارد به لطرف شارع وهر اسمك هر صفتك ولا اطلاق او اسم صفته لسر خداوني متعالى جائز نيه تائر اختلاف تدا نيه حتى مثلا انا كان لفظ الله او اسم له شريعه دا وارد بو وني اخر بس كوابو مرادف كان اجلها لغتك باسم وعلما بو خداوني متعال والله كراون لفظ خدا وخوا او جل الفاظ او نزاع تدانيك دروسنا هل يرزمون هل بعض السلفيه كان هذا ولا دروسني بلا خدا دي بلا الله هل او هيك وانا كعالمك بي معتقدني او نزاع تدانيك وانا دروسنا هل يرزمون ادي نزاع لشي دايا نزاعك أوي وأما إذا اتصف الباري بمعنى ولم يرد به أي بلفظه إذن ولا منع
ولا بمرادفه أي مرادف لفظه وكان مشعرا بالجلال فهل يجوز إطلاقه عليه تعالى؟ أما أجر باري تعالى متصفة بمعنايك، باري تعالى متصفة بوصفك، بل وارد نبوة بلفظ دال لسر أو معنايا نئذن لطرف شارع ون منع، باري تعالى متصفة بوصفك بل أمنا وارد بوك جائزة وإذن ددم إطلاق أو اسم بوسر باري تعالى لفظ دال لسر أو وصفة نا أو إذن وارد بوا نا منع وارد بوا نفرميتي ميكن إطلاق مكن لولا شوا وجاء أوجر ولا بمرادفه حتى نئذن نمنع وارد نبوة بإطلاق مرادف لفظ أو معنى يج لفظ دال لسر أو وصفة إذن بمرادف كجي وارد نبوة منع لمرادف كشي وارد نبوة أوجر لولا شوا وكان مشعرا بالجلال لا أو لفظ دال لسر أو وصفة خبر دا بجلال وعظمت دلالة لسر جلال وعظمت اجدكا هيج إيهامي نقص أو نشيت هدانية لإطلاقه بسر باري تعالى لودا اختلاف يا آية جائزة إطلاق تشنين لفظك عليه تعالى لسر خداني متعال درست إطلاق أو لفظة يندرزني تيجي اشتن دنا أجر هاتو إذن وارد ببي بإطلاقك قطعا درس بإتفاق منع وارد ببي قطعا دروزنية أجر هاتو إذن ين منع البوم مرادفة كشي وارد ببعينا أو حكمية إذن بخدي خوي وارد نبوة بلام إذن بمرادفة كي وارد بوة هل يرزم بون زا إذن بلفظ خدا نية بلام بمرادفة كي كالله هيا دي وقت إذن بمرادفة كي هيا تازا هرشي كي مرادف الله جبه هر درس هل يرزم بون أجر منع لمرادفة كي كرابي لغة صفتك يعني اسمك لها لغتك كده اجر مرادفك منع كرابي لباري تعالى كتبي الشرف فرمو بيتي اطلاق مكة بسر خدا اتحقني اوج اطلاقك هل يرزم بون بلام اما يان او جاركانا اصلا لفظك يوايا مشعرة مشعر توهمي نقصي تدا اجر اطلاق مكة بسر خدا دا. توهمي نقص ايهامي نقصي تدا سلام بلي خدا عني متعال خالق القرادة والخنازير دخوا واقعيتي يا خداوني متعال ميمون وبراز وسقي خلق كردوا بلام اجا اطلاقي بسبب تعالى خدا خالق القرادايا كسك ميموني خلق كردوا برازي خلق كردوا شو ايهامي نقصي تدايا اوش باتفاق كاو دروس نيه اجا ايهامي نقصي تدابي يان مشعر بجلال نبي نيوكي ولا كنيوكا بمعنى كي موجوده لباري تعالى ذا هل يرزم بون بلا مشعر بجلال نيه حتى لا شرع اجدا وارد بو وكل وبد وابازك الزارع بو خدا ان تعالى القران ده بكار جيراوا باقتزاء مقام بلا اطلاق او لفظ ابو سرباري تعالى هيت جلالك تدا نيه خدا الزارع شو جلال تدا نيه اوش باتفاق دروس نيه اطلاق بك ابو سرباري تعالى لغير قران ده كاوي كوارد واويد تواني بلا بو خد لدرا وبلا ولا خدا الزارع أمن حمد خدا إذا كان كزارعة كحارسة والله ودروزنية شون كأو جلالي تدانية أو نيوي كبو حق تعالى بكاري دبي دبي مشعر به جلال به حيبتك جلالك عظمتك بجيني تيجي إشتن أو تائرة أو نزاع تدانية بلان بحثي أويا أوجار لفظك مع يعني معنايك خدا بيوة متصفة لفظ الدال لسر أو معنايش مشعر بجلال إيهامي نقص شتي دانية بلا نئذا نمنع بإطلاق أو لفظ أبو سرباري تعالى وارد نبوة لشريعة دا نسبة بمرادفة كشي نئذا نمنع وارد نبوة هل يرزم بون نسبة باللازمة كشي هروالا نئذا نمنع وارد نب آية درستة لفظ دال سر أو معنى آية إطلاق بكري تسرباري تعالى وخداواني متعال بوين ناو ببردري وتوصيف بكري يانا منعه الجمهور جمهور منع ينكروك يعني أخي دروس نيه جمهور ما وصيق على داخل نسيتي أي جمهور الأشاعرة لا جمهور المتكلمين جمهور أشاعرة بشي زوري أشاعرة كنت يعني دروس نيه نك جمهور متكلمين شكي يقول جمهور متكلمين معتزلة جلقريتا وديخو معتزلة بيان دروس معتزلة بمطلقي
مادام مهمي نقص نبي مادام مشعر بجلال بي ومنعج وارد نبي لشريعة ده مطلقة في أندروستا علي أرزنبون أوجل متكلمين ندي أوجل كان قاضي أبو بكر باقلاني كلا أشاعريا أوجل لو مسألة ده ميل كردوا بقول معتزلة لو مسألة ده كتير مطلقة درست فقط كافية مشعر بجلال بي ومهمي نقص نبي نقدنا في دروس تبا إذن جوارد نبوي هل يرزم بون؟ أو جارة كان إمام الحرمين دلالي توقفي كردوا فرميتي والله لو بارد النظام بلهم دروس تان دروس توقفي كردوا هل يرزم بون؟ بلهم جمهور أشاعرة بشي زور أشاعرة منعيان كردوا فرميتي أي جمهور الأشاعرة لا جمهور المتكلمين فإن المعتزلة كلهم قالوا بجوازه ومال إليه القاضي أبو بكر منا وتوقف إمام الحرمين أو قسم موسيقى لداغي حاشيلي جمهور أشاعرة بمنعيان كردوا كنت أنا أخلي أنه لا يجوز أن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس من أسمائه شونك حتى دروزنيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نيو ببري بنيوك كلا أسماء پیغمبر صلى الله عليه وسلم نبي حتى پیغمبر دروزنيا صلى الله عليه وسلم جا خداواندي تبارك وتعالى بطريق الأولاد بدروزنيا نك پیغمبر صلى الله عليه وسلم حتى غير پیغمبر هر إنسان عادية كان بل لو سمي واحد من أفراد الناس بما لم يسمه به أبواه لم ارتضاه فالباري تعالى أولى بلكو حتى أجر يكك لا أفراد إنسان كان هل كامل إنسان كان معمولية كانش حتى إنسان عادي أجر نيو ببري بنيوك كلم يسمه به أبواه كداي كباوك أو إنسانا أو إنسانا بو نيو نيو نبردوا فنا حتى أو شخص راضي نابي أو كاري بي خوش نابي في نار حد بي كابراء دايكو باوكي نيويان لنا والزيت أتو بيني بانجي بكي نيو بي بعمر كدايكو باوكي أو نيويان لسر دانا ناوا ونيا يان أصلا صفتة كي يا بو صفتة نيو ببي هل يرزم بون دي أو شخص بي خوش نابي حتى إنسانك معموليش دي فباري تعالى بطريق الأولى بي راضي نابي ك نيو كبو خوي بي نيو نبردوا اتو اطلاق في ابو سرباري تعالى هرشان معناه كشي لذات خدا ده موجود هل يرزم بو بلان جاءوا دليله دليلكي ضعيفه بو ضعيفه چونك دقت بك اما باس تسميه باري تعالى ده كين بو اسماء وصفاته تسميه بش معنى اغنى مكتمن تسميه دو معنى هي تسميه معنى نام نهادن يعني نيو كبو خدا وضع بكي او يك يان تسميه معناه ناو بردن ونيا يعني ناو بو خدا استعمال بك يعني اطلاق لفظك بك ابو سر خدا نك او ناو بو خدا وضع بك تيجيشتي جاء اختلاف لكام تسميه ده لمعنى دو هم ده نك لمعنى اول ده لمعنى اول كذا كتسميه معناه وضع الاسم ناو لا ومعلومه كون اذا ايت دنيا تحق ني او ناو بو خدا وضع بك كخدا بو خي وضعينك بلان بحث بس اطلاق هلا اول جا فرموي فهل يجوز إطلاقه عليه تعالى نك أو كوضع الاسم له تعالى بحث إطلاق لفظ أبو سرباري تعالى كي ولا بحث إطلاق أتو حسابك شخصك معمولي لنزل بدلا هرشان نيوي زايدة بلان صفة علمي هيا أو صفتي هيا أتو بيبلي عالم نك ناوي ليبني عالم ها هربو نيوكي بو وضع بكي أصلا شناسنا ما يبو صادر بكي نا لما أجلس دا بو نيو او لفظ اطلاق بكيسر في ناخوش دبي نا والله في ناخوش نبي ما دام مهم نقص اوان النبي اجا وصفك اللي اذا موجود به اتو لفظ دالسر او وصف اطلاق بكيسر هر شخصك ده في ناخوش نبي خداوني تبارك وتعالى في ناراضي نبي كما دام معناك لذاتي باري تعالى ده هيا لفظ دالسر يج مشعر بجلاله لولا مهم نقص جنيه بو خداوني تبارك وتعالى في ناراضيه إطلاق بك لسر باري تعالى هل يرزم بود؟ أقا تسمية بو معنى دقري ولا أواك بلي ولا لم ارتضاه أويلي ولازم نائب تسمية معنى إطلاق اللفظ عليه تيجي إيش ده؟ أقا تسمية معنى وضع الاسم بقري بلي بلام جا خواما تسمية بو معنى ما بحثي لينا كين هل يرزم بود؟ جابوا يا محققين أو قولين ترجيح داوا وفرموا يانا هر لفظك كم معنى كيل الشريعة دواريد ببي هل يرزم؟ نا هل لفظك للشريعة دواريد ببي بو خداواني تبارك وتعالى
خودی لفظ که یان مرادف کی وارد ببه حالی ارزم بون یان لازم کی وارد ببه لازم که یان ملزوم کی وارد ببه مادام مشعر بجلال به و مهم نقص نبه اطلاقی و بسر خداوندی تبارک و تعالی درست حالی ارزم بون اوه ایده و قولی راجح و مختار اوه لفظك بخوي وارد ببي دروس إطلاق بكري مرادف ومرادف كشي دروس أو وقتي أقل لفظك وارد ببي لشريعة ده إطلاقك هي دروس إطلاق مرادف أو لفظ دروس إطلاق لوازم كشي دروس هل يرزم بول أو قول راجح أو جرك أنا بلام إما كتمان دو شرط من فيه زياد كرت شرطك لخدي متن كذا نصيبه وكان مشعرا بالجلال شرطه که دیکش ایمه زیاد من کرد کتمن مهمی نقص نبی تیگه ایشتن باو شرطانه دنا اگر هادو لفظکه مشعر به جلال نبی یعن مهمی نقص بی با اتفاق درست نیا اطلاق بکره و سر باری تعالی حتی اگر لشریعت ده واردش ببی اتو حقیق نیا اطلاق بکره و سر باری تعالی تیگه ایشتن ویده فرمی ولم یجوز بالاتفاق مثل العارف والفطن درست نیا با اتفاق علماء با اتفاق تواوی أشاعر ومتكلمين دروس نية لفظ عارف وفطين وأمثال وان إطلاق بكرم بسر باري تعالى بو دروس نية خم معناه كي لذات خدا دا موجودة معرفات فطانات وانا هذه بو دروس نية برب الله خدا عارفة خدا فطينة دليل توهم الإخلال شنك التوهم خلل جاندن بذات باري تعالى لذهن إنسان دا دروس دكا مخلة بعظمة باري تعالى بو أو توهم دروز ذكا إيهام نقص خلل تدايا أخل شهرة استعماله مع خصوصية تمتنع في حقه تعالى شنك مشهور بو استعمال أو ألفاظ مشهور بو استعمال وان لقل تايبت منديك كأو تايبت منديا ممتنع ومحال لحق باري تعالى دا وشنك استعمال وان لقل خصوصيتك دا مشهور بو باو خصوصية موضوع له وان جنيا ها بلان بي مشهور بوا او لفظا لقل او خصوصية دا مشهور بوا خدي او خصوصية ممتنعة لذات باري تعالى اگر اتو او لفظا اطلاق بكي بسر باري تعالى او خصوصيتي كلفظا كي بيو مشهور بوا ديتا دا زيني سامعي لحالك ممتنعش او خصوصية بوا لحق خداني متعالى مثلا لعارف دا بچي مشهور بوا لقل چه خصوصيتك عارف ذات ما ثبت له المعرفة لكم خصوصيتك ولكم ممتنع على ذات باري تعالى دلبا فإن المعرفة قد تشعر بسبق العدم شنك خدي معرفة جارواية مشعرة بسبق عدم مشعرة بويني كبيشتر ذاتك مشعرة بسبق عدم المعرفة مشعرة بويني كبيشتر ذاتك معرفتك نبو دلبا عرف زيد الشيئة زيد أو شيء ناسي يعني شيء ومشهورة خصوصيتك اللي قال هرچن او جزء موضوع له وكينيه ها بلا ومشهورة استعمال لفظ معرفة اللي قال او خصوصيته مشهورة يعني بيشتر نيزاني و دوائي بوي اشكرا بو بوي ودر كوتوا هل يرزم بول ديباش اوج محالة لحقي خداواني تبارك وتعالى سبق عدم معرفة كما نبتا سبق جهل دي مشعرة بسبق جهل او ايهامة دينيك او مسكوا ودروزنية او جاركنا والفطينة والفطانة نستعين قد شيئا دي دوائي بينيا والفطانة سرعته أتوصل المعرفة فإن الفطانة سرعته أو خبر كيدي والفطانة سرعة إدراك ما يراد تعريضه على السامع فتكون مسبوقة بالجهل أو جاء فطانات بشيدة من فطانات فطانات يعني سرعة إدراك بابتك كإرادة ذكري وقصد ذكري عرض ذكرني أو بابته بسر سامع ده دلنا فلان كس فطينة زيركة يعني شيء يعني أجل بابتك عرض بكرة تسري بزوي دركي دكا بزوي وري دكري جيرايا كفورا وري دكري فطانة بس سرعة إدراك دلنا سرعة إدراك إدراك السريع ده إدراك السريع يعني شيء زانيني سريع يعني بيشتر نيبوا بس سرعة زاني يعني بيشتر ني زاني ويدي فبويد رفا تكون مسبوقة بالجهل فطانت مسبوقة بشي بجهل يعني فيشتر نيزاني هر فوري زاني يعني شي هر فوري زاني
اگر مطلبك بيكوت فورا وريجرت فورا لي حالي بو يعني بيشتر نيد زاني فطانات اوي دقيقة ده اوج محاله بو خداني تبارك وتعالى حالي ارزم بود او انا دروزني او جارك انا ولا مثل الحارس والزارعي وان كان واقعا في الكتاب لعدم الاجلال او جان نزاع ولم يجوز ولا مثل ولا مثل يعني لم يجوز بالاتفاق مثل الحارس باتفاق دروسنيه اطلاقي لفظ حارس وزارع وامثال وان بوسرباري تعالى حتى هرشان هندق لوان للقران اجدا وارد بونا مثلا لفظ الزارع للقران دا وارد بو بوسرباري تعالى اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون زارعون باري تعالى بخوي بكاري بردوا برام دروزنيه اما اطلاقي بكين بوسرباري تعالى لغير او ايه هذا لجيدي كذا والله يلا حمدي خدايك دا كم كاو خدايا خدايك الزارعه خدايك حارثه حارس جمعنا زارع كنت من جمع مرادفك أنا زارع مرادف حارس وارد هو خد نزارع دروس إطلاق بيوصل خدا نحارس كمرادفك بو دروزنيا شو كي ما شرط ما نقول كنت من دبي لفظ كم مشعر با جلال بي أو مهم ناقص نيا بلا ما عنده عيبك أي كم مشعر با جلال نيا خداني متعال بوخوي بك بوخوي بكاري بردو اللي بر اختزاي مقام مقامك وا اختزاي كردو كباري تعالى أو لفظ بوخوي بكاري ببا برام إما حق مانية لغيري أو مقام دا بين بو خداواني متعال بكاري ببين شكرا لسر مانا ألفاظك بباري تعالى بكار بين كجلال وعظمت بقيني هيبت وقوري بقيني هل يرزم بون؟ جاك بو أو دروزني لعدم الإجلالي مشخصة هيدي شنك لفظك مشعر بجلال نبي معمولا استعمال أو لفظة عادة بأدبي هل تلاقي ذكره وني آخر بو كساكي جورة بكاري ببي عادة مثلا با طرف نوي زيدا والعام في آوكي جورة أتو بهر بلي زيد هيد جلال وآواني تيداني بحتى اللحاقي ويدا وكو ببي أدبي تلاقي داتو دبي شتاك ولا مشعر بجلال بيقى شخصك شخصكي جورة بي وني آخر ولله المثل الأعلى بلا تشبه جا خداني تبارك وتعالى كبرياري حق تعالى ايدي وغيري باري تعالى كي كبرياري ايدي معمولا انسان محترم بني وغني ودبن كمشعر بتعظيم بيدي لباري تعالى اولى واجل وهو الغني الحميد هل يرزم بون جاك هبرد علي بابا اولي اخو خودي الزارع لقران دا وارد هو او جارك انا حارسش مرادفي ويا او جوك هو وارد يا وكافين يا بو صحة اطلاق او لفظ بو سباري تعالى دلنا والله ولا يكفي في صحة الإجراء على الإطلاق ولا يكفي في صحة الإجراء على الإطلاق مجرد الوقوع في الكتاب أو السنة بحسب اقتضاء المقام كافينيا بو صحة جاري كردني ألف أو ألفاظ أسماء لترف إيما وبو سرباري تعالى على الإطلاق بمطلقي أو ألفاظ أسماء صحيح بإيماء إجراء بكم بسر باري تعالى على الإطلاق مطلقي أو كافينية بو أو صحتات شو كافينية مجرد الوقوعي أو صرفان أو كواقع بو ولا كتاب السنة دا هل عندك لقرآن السنة دا واقع بو أو عندك كافينية بو كإيماء دروس بإيماء إجراء بكين بسر باري تعالى بمطلقي هل يرزم بون؟ شنك أدبو لك كتاب السنة دا وارد بو دلاخر بحسب اختلاء المقامي لكتاب السنة دا مقامك وداوي كردوا مقامك بيوستي بواهبوا كأو لفظ بو خداواني متعال استعمال بكرين وكواوا كبرا إنكار دا كدلا ولا زراعتك بو خم دايكن باري تعالى فرمو أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون بو أو إناكي نشانا يقلس الوجود باري تعالى خطو زراعتك إناكي أتو أو دنك توي كفريد داي هرا هندك كفريد داي كاريتو بلام شاندناكا صوز كرناكا خدي او دانك يا هر شونكي فرايدي اخري لسر وانا كي خوي لسر سري خوي راده وستي هر شونكي فرايدي او جالك انا باري تعالى عمدن واي دروس كردوا سرو بنكي بيستكي تنكتر لا تنشتكاني بوي كتشجركا لو دولا ودر بكوي ونيا دودا انا تشجري لي ودر دكي يك دانا دشي دبي تريشا يك دانا جدبي تا ساقه ديتا سر زمين ريشا كدا شتا جيري زمين برعكس نابي شيء هيج وقتك برعكس نابي خواتوار أقاش الليني يعني أوجارك أنا أو ريشي دروا ريشي هر توك
موادك جذب دكا كمناسبة لقل ميوكي لتام دا لرنق دهر أول لزمينك جذب دكا إباشا كي زراعتك دكا خداواني تبارك وتعالى هل يرزنبون؟ إيه أنتم تزرعونه عمدنش بيسي أو دو قسمتا تنك دروس كرا أو الكبرك وانك ترى زخيم ترى أستر ترى بويك اللي ويتشا قرأك اللي تنشتكان ودرنك سبحان الله أو حمي قدراتي خداواني تبارك وتعالى إباشا أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون بالي تعالى لو مقامي دا بحثي ويدك كخدا الزارعة دي قرارني أو ببيت مجوزك بو إما بمطلقي إما بلين والله حمدي خداك دا كان كخداك الزارع وحارسة من آخر هيش ربتي بواني أو كفايتنا كأدي شونا بل يجب أن لا يخلو عن نوع تعظيم بل كواجبة إجراء ألفاظ كان بو سرباري تعالى وأسماء كان بو سرباري تعالى واجبة دبي جورك بك أو لفظة أو اسم خالي لنوع عقل تعظيم نبي يعني هر نيوك هر أو مثلا خالي لتعظيم وإجلال بأوك أو الدروز نية نيوك هر أو الصاد دبي أو الدلالة لسرهج نوع الجلال وهيبة وعظمتك نكا شون كهاتو لا والله إماش متأسفنا ومان لهاتو أكثرا دبيني أخي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم دبي إنسان بقابه ومقامه وقتك بحثي حق تعالى ذكره دبي ضلي إنساني راش لكي وبترسي ولرزل سر أندامي إنسان دبي بلام إما تلفزي خداش دبيني زور وانك أو كاركي شياونية دبي اسم كاني باري تعالى خدي خدا لفظك مشعرة بالجلال ها مشعرة بالجلال بلام أتو إطلاقك شد دبي جورك بي أو جلالي لي مستفاد هند عادي بوتا ولفظك كار بكار هنانكي معمولا لمقام إجلال أوانا دانية هل يرزم بون؟ جا بويا أوا بيوستة تجديد نزلك بكليت أولا ودا هرشان خودي لفظك مشعرة بتعظيم بلام إيمان شيوي كار بردن لجامعي أو رويدا أو إشعاري تقريبا لدز داوا تيجي إشتن؟ جا بويا لخطبة كان دا لموعظة كان دا لقصي معمولوش دا أقر باسي خداوان تبارك وتعالى ذكري نهايتي أويك لدستان دي تعظيمك وإجلالك سعيب كان رعايت كان حتى اللفظ الله كهرب خوي مش إلى بجلال برام ديسان أنقو اكتفاء بون دجمك الله جل جلاله جل شأنه عز من قائلين تعالى متعال اشتكي أولا حتما بلن تيجي اشتن وحزرة رسولج عليه الصلاة والسلام عينا هرواته أو نشاني أدبا نشاني إيمانا نشاني تعظيما باري تعالى القرآن بيروز دا دستور دعوة تعظيم في غمار صلى الله عليه وسلم بكره لتعزروه وتوقروه فالذين آمنوا به وعزروه دبي تعظيم في غمار صلى الله عليه وسلم بكره جاء في غمار صلى الله عليه وسلم مخلوق بنديه كباري تعالى اگر تعظيم يواجب بيبا اذا تعظيم خالق اذا دبي تشوم هل يرزم بو؟ زور شاك اذا خلصي بحثك ويني عاد هر لفظة كلا شرع دا اذن درابي اطلاق بكره بوسر خدا جل جلاله أو بيشك إطلاق كي درسته هل لفظك لشرع ده منع كرابي شي اسم شي صفات شي علام شي مشتق منع كرابي إطلاقي وبسأل باري تعالى أو باتفاق درسني ما وتوا أدي ألفاظك كمعانية كي لذات باري تعالى ده موجود نية أوش كمعلومة درسني بلا معناه لذات باري تعالى ده موجودة وأوجا لكنا نئذن نمنع نسبة بخويا بمرادفة كي لشرع ده وارد نبوة هل يرزم بول أوش اگر هاتو مشعر بجلال نبي باتفاق دروز نيات شن معنى كلا ذاتي خداواني متعال دا هبي حتى لشرع دا واردش ببي او كافينية مجاوز دقنية بو اطلاقك دا بي مشعر بجلال بي اگر مهم نقص بي وكو خالق القرادة والخنازيب عرزم كرن اوش باتفاق دروز نيات ما وتوائدي او معنى لشرع دا وارد بو لذاتي باري تعالى دا موجودة معنى لفظكش نئز النمنع واردنا بنسبة بخوي مرادفة كي مشعرة بجلال مهم نقص جنية لو دا اختلافها يا كي كتمان مختار أويا كا دبي دروز بي بلام جمهور بيان دروز نية تيجي إشتن درسك أو جالك أنا ثم معلم أن مفهوم الاسم قد يكون نفس الذات وقد يكون مأخوذا باعتبار الأفعال والصفات والسلوب والإضافات وقد يكون مأخوذا باعتبار الأجزاء أو جال بزانا مفهوم اسم جاري ويا عين الذات دبي وكو مثال دين تولفز الله مفهومك عين ذات باري تعالى هر خدي ذاته أو صافي تدار رعايات نكره هر معنى الله يعني خدي أو ذاته
تيجي إشتن هيك صفتك تدا ملاحظة نكرة اعتبار أو جال جاري واشنا ولا اسمك اعتبار ذكري باعتباري أفعال ملاحظة ذكري وكل لفظ خالق اسمك لأسماء باري تعالى بلان باعتبار فعلك كخلقة ملاحظة كراوة خلقش بيجل ذات باري تعالى فعلك كخلقشة تدا ملاحظة كراوة جاري وايا مأخوذة باعتبار الصفات صفات ذاتي ثبوتي وكل لفظ عالم متكلم سميع بصير أو أنا بيجي على ذات باري تعالى صفتك شي تدا اعتبار كراويك إلى صفات ذاتي ثبوتي كصفات حودقان أوان أو جارك أنا جاري وايا والسلوبي جاري وايا اسمك اعتبار كراوة وملاحظة كراوة باعتبار سلوب باعتبار السلبيات تنزيهات هل يرزم بون وكوتشي وكل لفظ واحد باقي بو باري تعالى لفظ واحد بيشغل ذات باري تعالى وحدة كشي تداية دي وحدة لصفات سلبية في شيخ هندو معنى دي وحدة معنى عدم تعدد باعتبار معنى عدمية يام باقي هروالا بقا كشي تدا ملاحظة كراوك أو بقايا سلبة هشان لفظك السبوتة بلا معنى كي سلبة شو بقا بمعنى عدم تروي زوال أوانا واني آخر عدم الزوال تجيشتن أول جاري واشا والإضافاتي اسمك اعتبار ذكري وملاحظة ذكري باعتبار إضافات باعتبار نسبة إضافة وكوشي لفظ أول آخر بخداواني تبارك وتعالى هم ذاتك تدا ملاحظة كراوة هم أوليتك لأوليتك بإضافة مخلوقات خداواني تبارك وتعالى أولا يعني أوليات بملاحظة آخريات آخر جهروالا وصف آخريات وان يتصورك متوقف سر أوليات هل يرزم بو؟ أولا أول باعتبار إضافات جاري واشا وقد يكون جاري ويا اسمك لغير باري تعالى دا أو شقل لغير باري تعالى دا هيا تجيشتن جاري ويا اسمك اعتبار ذكري وملاحظة ذكري باعتبار أجزاء تجيشتن أكو مثلا بكابرا دالي نيولي دالي سرزلا سرزلا باعتبار أجزاء أو نيوية جزء كيوي كسركي سري أو إنسان سرزلا يعني مثلا دالي جسم أتو كسكبة جسم نيو دالي أتو الزيت إطلاق لفظ جسمي بسرداد باعتبار أجزاء شو كي مركبة لأجزاء دي وني آخر يعني هاخد الجسم جزء كلماهية الزيت شو كالزيت حيوانة حيواني ناطقة حيوانة كجمان جسمي نامي حساسة علي أرزم بول يعني مثلا زيد نيو بابا ناطق لفظ الناطق يبسر ده إطلاقك يباش هو دلالة رسال نطقة كذا كجزء كلماهية زيد بابي قصي حكماء كبيانوها الصورة يعني حيوان كحياته كما بيانوها هيولا ولا خارج جزء كلماهية زيد أو لفظان إطلاق ذكرين باعتبار أجزاء بلام أولا باري تعالى ده محالة شكا خدا مركب لأجزانية تابع اعتبار أجزاء كنيوك إطلاق بكلي وسر باري تعالى ده هل يرزم بون؟ جاي أول آخر دانك لباري تعالى دا محالة أول دانك اختلاف تدايا مفهوم الاسم قد يكون نفس الذاتي بلام راجح أويا كهيا هل باري تعالى دا بلام اختلاف الشدية وكتخوينين أواني ديك وقد يكون مأخوذا باعتبار الأفعال والصفات والسلوب والإضافات أو كشي تدا هل يرزم بون؟ ولا خفاء في كثرة أسماء الله تعالى باعتبار الصفات والأفعال والسلوب والإضافات هيش خفا يغني لو ذا كأسماء باري تعالى زورا باعتبار صفات باعتبار أفعال باعتبار سلوب باعتبار إضافات أو بحث ما نكردي دي هل يرزم بون؟ أو جار وكذا لا خلاف في امتناع ما يكون باعتبار الجزء آخر دانكش اتفاق لسلا كمحالة باري تعالى خلاف لو دانية كمحالة اسمك إطلاق بكري وسر باري تعالى كملاحظة كراب باعتبار جزء أو محالة شنشته بو محالة نقل براوي كهيا ومحالة نا أصلا خدا عندي متعال جزء إني وكو السالبة بإنت فاهم موضوع بيقر هر جزء إني تابع اعتبار جزء كاسمك بو باري تعالى إطلاق بكري بو محالة خلاف تدانية إذ لا يتصور لذاته تعالى جزء حتى يطلق اسم باعتباره عليه تعالى شنك أصلا تصورنا كريبو ذات باري تعالى جزءك حتى إطلاق بكري اسمك باعتبار أو جزء أبو سر خداواني تبارك وتعالى دا خدا مركب لأجزانية محالة أبو باري تعالى تيجيشتن كالجسم على الإنساني بلا من الغير باري تعالى دا برا دا تصور ذكري وكوشي لغير باري تعالى دا وكو جسم كإطلاق ذكري بو سر إنسان أتو إنسان بجسم نيو دبي باعتبار جزء شنك جسم جزء كلماهية إنسان
ونيا يعني إنسان نيود بيبا متجزئ متبعيل متركيب ونيا ودروسه شون أو أنا أجزاء يعني مثلا يعني مشعرا بوك إنسان أجزائي هيا يعني إنسان نيود بيبا ناطق يعني بحيوان بو اعتبارك أو أنا جزء معية إنسان بيقصيحه كمان أو اللي غير باري تعالى ده دبي بلام لحق تعالى ده شنو اشتك هالمحالة ده جزئينية تبا استناد بو جزئية نيوك إطلاق بكري بسر خداواني تبارك وتعالى تيجي اشتر؟ ايه ما وتوا بشي أول بشي أول كتبو ثم علم أن مفهوم الاسم قد يكون نفس الذاتي أو ما وتوا لغير باري تعالى ده هيا وكو الزيت قبراني ولا كوري خويداني الزيت أصلا هيتش صفتك اللي قال ملاحظناك هذا أو ذاته أو نيوه والله ذاته أو اسمك باعتبار ذاتك بلام لباري تعالى ده شنين اسمك هيا فقد مدلولكي عين ذات باري تعالى به هيتش صفتي اللي قال ملاحظة نكرابي دلي والله والحق الثبوت ما هو باعتبار نفس الذات قولي حق أويك بل نتنها جائزة بل حتى ثابتة واقعة اسمك ك بباري تعالى إطلاق كرابي باعتبار خود ذات باري تعالى وهيتش صفتي نا أفعال نا صفات نا سلوب نا إضافات هيتش تدا ملاحظة نكرة وكوشي وهو لفظ الله لفظ جلالة لفظ الله علم يدي راجح أويا حق أويا نك راجح حق أويا علم شخصا هربو الذات باري تعالى والله أكرا وببي ملاحظة صفات وأوانا هل الله يعني شي أو ذات أو ذات ذات باري تعالى خذ ذاتك تيجي يشتر إيه فإنه علم للذات لفظ الله علم أبو خد الذات باري تعالى الآن علم أبو ذات باري تعالى شك برد لك وعلم هون يا الله دلي أصلك الإله الإله إيه باشا دواء همزك همزة دومك حذف كراوة لام أول لام دوم دا داغم كراوة بوتا الله أو جابوتا علم إيه باشا أصلك الإله إله يعني شي يعني معبود وصف تدا يدي بس كبتت الله شنك أصلك الإله بس دلالة دكالسة ذاتي باري تعالى ودلالة وصف معبودية وصف شي تدايدي بس كوابو أوان مفهومك مجرد ذات والنفس ذاتك نبو تيجي اشتن ايوش دالي وإن كان مأخوذا من الإله بحذف الهمزة وإدغام اللام وكان الإله اسما للمعبود مطلقا هرچن لفظ الله لأصل دا مأخوذا لألإله لألإله بألف لام ولا يورجي راوة بحث في همزة دوم وإدغام اللام أول اللام دوم داو وهرچند كان أو الإلهش ناو اللبون معبود بمعنى معبود مطلقة معبود حقيا باطل دواء الله بس معبودية دقيني دي وصف شيقان دلنا هرچند لأصل داوايا بلامخو فإن ذلك لا ينافي العالمية أو كان لأصل دا أصلكي الإله إلهش بمعنى معبودة أو منافي عالميات نية جل أصل دوايا بلام دوايا كجيردرا بالله أو جلكنا وضعك الجديد بخوي ودقري لو العدا لفظ الله بوزاتي باري تعالى بكار دقري ببي ويوصف معبوديتي تدا ملاحظة كلامي هل يرزمون أو قولي حقا بلام وقيل غير جائز بلام بعض كتير أنا قولي مردود ومرجوح أويك نخر أو الناس ثابتة نجائزة هر جائز نية چجي ويكا ثابت بي لفظك اسمك بباري تعالى بكار جيرابي باعتبار خود الذات أصلا أوصافي تدا ملاحظة نك دل أصلا هر جائز نية بو جائز نية أصلا لفظي الله لشيه دل لأن الوضع يقتضي العلم بالموضوع له ولا سبيل إلى العلم بحقيقة الذات شنك وضع مقتضي أويكا والعك دبي علمي هبيب موضوع له وكا دبي تصوري موضوع له وكا بكا كولانا نيكوري خويدان الزيد تصوري موضوع له وكا كذاتي كوركي دكا جاو جدالي او لفزي زيدن والع كربو او ذات ونيا دباش ابو باري تعالى جل جلاله اقا قرار بني وك والع بكري اتوي والع دبي تصوري موضوع له وكا كذاتي باري تعالى بكي جاو جبالي او لفزن والع كربو او ذاته يباشا خو هيتش ريقاك جنيا بو علم بكنه حقيقة ذات باري تعالى تاتو بين اللفظك بو خد او ذاته والله عبكي هل يرزم بون؟ اما لا جواب ده دلين چي بس كابو الله جنيونيه لبو خد ذاتك با في قسيقي لك ادي شيا وصف معبودية اواني تدا بعض خصوصياتك تدا ملاحظة كرا خد ذاتك ناتو اني تصوري اما دلين بابا كي كتويتي بو والع بيوست والع تصوري ك
كنه موضع له وكبك لشو ده يا لا تقاموس ده يا لا تقانون ده يا كوا والع في وسط تصوري كنه موضع له وكبك بو والع كافية والع تصوري موضع له وكبك ولو بوجه ما حتى كابرا كني كوري خويدني زيد كوا كنه كراكي تصور كردوا كنه حقتك تصور كردوا إما لفقياتي ده ضلين والله وما هي تك حيواني ناطقي مع التشخصة ها كبري وانا بلي بلي ولا حيوان ناطق قال فيش بذكر لو شلون حيوان هل لازم بقول اخو اجرك انا حتى لا العلم كان اجدا ما فيش خند من بون بحث كرد انا قلت تهذيبه كذا حيوان ناطق كش كي كنتي كن هي زيديه كن متكلمين ضل اوانها عرضيات حياه النطق اوانا حكما ضل الى خارج ده حياه النطق بتاعها ولا صوره الجزء الجوهري لما هي زيدي متكلمين دلنا نا والله ما أجزاء ما هي زيد زي مركبة لا أجزاء لا تجزاء لا خارجها أو أنا جزء ما هي اثنين هم عرضيات فقد أو عندك يعني بالز يعني مفهوم انتزاعين أو أوصافك لزيد انتزاع كره باعتبار أفعال وآثار زيد لي انتزاع كره حياتك نطقك وكل لحكك وكل مشيك فقد عندك يعني بالذات انتزاع ذكرين وكل حياة النطق في درين ذاتيات عندك يعني بواسطة انتزاع ذكرين وكل لحك وتعجب كبواسطين حياة نطقك انتزاع ذاك بمضارين عرليات دانا هم ان هالعرليات ان شان جزي ما يدنيا كوابو حتى او دلين علماء دفرمون دلين اطلاع لسر ذاتيات ماهيات متعسرة بلكم متعزرة لأمور حقيقي دها لأمور اصطلاحي دا او ايك والع ملاحظي كدو الوقت والع كدا او ذاتيات او ايك عرليات او آسانة بلام لما ما حقائق حقائق غير اصطلاحي دا لوان دا اطلاع لسر كنه ماهي الزات شيئك واطلاع لسر ذاتياتك متعسرة بل كدنا حتى متعزرشة ناتواني ذاتياتك بي ببي بس كوابو ادي اوهم وضعي اسمانا شون وضع ذكرين بابا بو وضعك كافية موضوع لهوك بيواجه ما تصور كابرا او ذاتي بيواجه ما تصور كدو لفزي زيدي بو وضعك بو حق تعالاش تصوري ذاتي باري تعالى بإجمالي بكري وضع لفظي بو وضع لفظي الله بو ذاتي باري تعالى كفاية الذكاء هل يرزم بون ويجاب دراته وأجيب بأنه يكفي معرفة الموضوع له بوجهين جاب دراته بو كبابا ناولا كافية شناختي موضوع له بوجهين بإجمالي بوجهك كلي بابا وجهك كلي ملاحظة بكري بلا وجه كلي كم منحصر بلو ذاته ده أتو الذات باري تعالى ملاحظة بكي بويك واجب الوجود مستحق عبادته مستجمع صفات كمالة أو كلي نايدي أقل بجائزة زن هزار فردي وابن بلام أو كلي منحصري في الفرد لو أقعده فقد يكفردي بو وضعك تصور بو وجه كفايات دكا ذات باري تعالى كنهكيت نازاني بلام دزاني واجب الوجود مستجمع جميع صفات كمالة مستحق عبادته بو عناوين ملاحظه دكي جادلي لفظي الله والله اكل بو او ذاتها البتنك بو او اوصافها اوصاف كان يعني وكو ديكي آلة الولع باري تعالى بوان تصور دكي او انا جزء بكل عقلي دكي جاكتي ومحدث العالم والمحدث للعالم هو الله ليكتي اي الذات الواجب الوجودي توزيع حمدا الواجب الوجود جزء موضوع له لفظي الله نينا فقد اون دي ذاتك نات وان يكون ذاتك تصور بكي بعنوان واجب الوجود او انا تصوري دك او بو وضعك كفايه دك مثلا ما كوتشي ككونه واجب الوجود يعني المستحق للعباده المستجمع للصفات الكماليه هر بوك تصوري بكي كفايه دك بو وضعك زمني او جوابك كثير شدد ما او جواب مبني بول سرويك والعك بشر بي والع لفظ الله بو باري تعالى الام جوابي دوم جوابي كي تمنيعيه دلا اصلا بود ناسل مينم كوالعك بشر كردوه او لفظ لفظي الله باري تعالى بو خوي بو ذاتي خوي والعي كردوه والعك ذاتي الله دي باري تعالىش علمي بذات بكنه ذاتي خوي هي يانا بل حتى اقل لوالع دا علمي والع بكنه موضوع له وكش بشر كرابي دي والعك خودي باري تعالى علمي هي بكنه حقيقة ذاتي خوي لفظي الله بو خوي والع كردوه هل يرزم بود؟ بود على أنه يجوز أن يكون الواضع هو الله تعالى أو الجواب دوما الجواب كزور قوية هل يرزم بود؟ متى إخلاف شيء لو ذاك واضع يا باري تعالى يا يعني واضع بشر واضعي أو أسماء أو جارك أنا آخرين بحث ولا تنحصر أسماؤه في 99 أو جار بزانا منحصرني أسماء خداوني تبارك وتعالى لا نود ندان دا بلى والله خدا فقد نود نودان النيوي هيا نخل أسماء كان منحصر لنود نودا نين
وإن ورد أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة هرچن وارد بو لحديث دا كخداواني تبارك وتعالى نودنون ناوي هيا هركسك أحصاها أو نودنون ناوي إحصاء بك يعني منزول أويا حفظي بك يان منزول أويا بچه لكتاب السنة وري بقري وجمع وريان بك يان منزول أويا بيجمري وتلفظي بي بك اختلافي دي ده معنى يا أستاذ يان بو معنى يعني بيجمري الزبطي بك إيماني بمدلول كان هبي بباري تعالى واردي بهج دبي بو واردي بهج دبي يعني مستحقي ويبشت بهج شونك وقتي دبيت مؤمنو همو مؤمنك إيش مستحقي بهش تي كسك أونا ودنوناوي بجميري شمارج بك زبطي بك إيماني شيهبي بمدلول أونا ودنوناوي بو خداواني تبارك وتعالى لو مؤمن ومؤمن إيش مستحقي بهش تي عندك أو حديثي ومعنى لكنه معنى كي جوان إيه دالي هرشن لحديث زوالي وبالام خواه نابت دليل سروي بالله باري تعالى فقدنا ودنوناوي هيا بو أو دليل نيا آخر إذ ربما لا يكون اسم العدد لنفي الزيادة بانقوة شونك أولا عدد مفهوم مخالفين وكل أصول في قد أدخلنا عدد بيوزنية بو نفي زيادة بي أجر عدد كترا بيوزنية نفي زيادة بك سان بلان لو مزقوتا دا دنفري تدايا بيوزنية نفي زيادة بك يعني زيادة لدنفري تدانية ظلم دنفري تدايا مفهوم مخالفين يعني زياد لدنا فري تدا نية لو حد جاء فرمي باري تعالى نودنو ناوي هيا دي معنى وان يا زياد لنا ودنو وكين نية هل يرزم بون او يك دوما البتا اسم عدد قرار نية بونا في زيادة بي اجا بونا في زيادة نية ادي بودا يلي ودي بودا لخدا نودنو ناوي هيا اجا نفي زيادة ناكا دلي بل يجوز ان يكون لغرض اخر كزيادة الفضيلة دلكو دكري ذكري عددك لبر خاطري غرزك تربي نقنا في زيادة بل كل بر هدفك تربي وكو زيادة فضيلة باري تعالى نودنو ناوي هيا بو نودنو وكي كتوا نقل براوي بلا زيادة لنا نودنو النية بل كل براوي كبلا دي هيا بلا او نودنو ناوا فضيلتك زيادة ريتي هل ارزم بو؟ او ايه جواب دوم او ان من احصاها دخل الجنة او ان من احصاها دخل الجنة في موضع الوصف يان دكري جواب دوم اويا بلين بابا لدنبالي حديث فرموي إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو جملة من أحصاها دخل الجنة خدي أو جملة في موضع الوصف نجي قاي شدايا صفة بو 99 اسما باري تعالى نودنو اسمي هيا كالصفة أو نودنو اسمي ويا من أحصاها دخل الجنة صفتي أو اسمه يعني دي هي بلا أو نودنو ناوانا متصفا بو صفته دي معناه كأو يعني ناوي تريش هيا بلام داري أو صفته نين أو نودنو ناوي كلو حديث دا ذكر كراوان هل يرزم بون سام حصري تدايها عددك بو حصرة أو جواب دوم أو عددك بو حصرة نفي زيادة دك بلام نفي زيادة لسر شي لسر أو لسر نودنو ناوك أو صفتان هذه أو ناواني كأو صفتان هبي من أحصاها دخل الجنة أو فقد نودنو دانا أو نودنوي كمشهور البطء إخلافاتا كشي تدايا أواني كأو صفتان هيا فقد نودنو بلان بيجغ لو نودنونا ناوي ديكش هيا بلان أو أوصفاني نير هل يرزم بون حديثة كده بي أوا معناه بكريتا معناه كي الزريفة زور دقيق وعالمانية هل يرزم بون دنا والله دليل هيا كباري تعالى ني وكان منحصرني لنا ودنودا وني لحديث سعيد هيا اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي أولا بيش البحث ما انكردوا أو حديث ما خين ده في شجلة بحثي أسماء وصفات باري تعالى إيه باري تعالى عندك اسمي هي لكتيب خود نازلي كردوا عندك فيري عندك لخلاق كردوا فيري عندك نكردوا عندك خلاق ديزاني نازل عندك شيء مخصوص يشتوت ولا علمي غيبي خويدا حتى ببكي غنبر شيء عليه الصلاة والسلام رانا جهندوا هل يرزم بود بس نيوكاني باري تعالى بهجمار
والحمد لله رب العالمين. قال أي وجلال أي لله أو معنى حديث معنى آخر كأوية أي لله 99 اسما صفتها من أحصاها دخل الجنة صفتي وأنا أوي بخلاف غيرها بلان بخلاف أو نودنونا أو جهرنا وباري تعالى بلان فإنه ليس بهذه الصفات أو صفتان يعني.